ماشيا إن أمكن. كل هذا يدل على عظم هذه الصلاة، صلاة الجمعة. فالمسلم يحسب ليوم الجمعة حسابه ويغتنمه لينال من فضائله، ولا يحرم نفسه من فضائل هذا اليوم، ويعتبره من سائر الأيام. لأن بعض الناس يجعل يوم الجمعة وقتا للنوم والكسل، أو يجعله وقتا للنزهة وخروج للبراري، ويضيع صلاة الجمعة. وهذا وإن كان جائزا للإنسان أنه يخرج ويتنزه، لكن لا يضيع صلاة